بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني من قصة طموح جارية للصف الثالث الإعدادي. الفصل ده بيتكلم عن أهم النقط برضو اللي في الفصل الثاني. أول حاجة وفاة الملك الكامل. الملك الكامل هو حاكم مصر وهو والد السلطان نجم الدين. توفي الملك الكامل وتولى ابنه الأصغر سيف الدين ابن سوداء بنت الفقيه، تولى ملك مصر والشام، وكان نائبا له في دمشق ابن عمه الجواد مظفر الدين يونس بن مودود، ويبقى نجم الدين أميرا على الثغور. وكان هذا التقسيم بمثابة صدمة وصاعقة لنجم الدين. نجم الدين كان خائفا لما سينال هذه الدولة الإسلامية الكبيرة من تفرق وانقسام بسبب انقسام الأمراء، لأن إحنا عرفنا في الفصل الأول أن أمراء بني أيوب كانوا متنازعين متباغضين، فهؤلاء الأمراء سينتهز كل أمير منهم ضعف الملك الجديد وضعف الإدارة الجديدة التي ستعاونه. وكان يخشى أيضا من عدوه اللدود بدر الدين لؤلؤ، وهو أحد القادة من الخوارزمية. وهنعرف أن سبب الخلاف الذي كان بين نجم الدين وبين الخوارزمية هو الاختلاف حول المطامع الواسعة. طيب، نجم الدين في هذا الوقت كان في مدينة تسمى مدينة الرحبة، وهي أحد الثغور في بلاد الشام، وجاءته هذه الأخبار بوفاة والده وتقسيم الملك كما عرضنا. نجم الدين فورا عرض على شجرة الدر الانسحاب من الرحبة، لأنه رأى أن الوقت الذي يضيع في حصار الرحبة يضيع في أمر لا فائدة منه، فوافقت شجرة الدر على الفور. نجم الدين وهو يترك حصار الرحبة تعرض لهجوم. الهجوم كان ممن؟ كان من بدر الدين لؤلؤ عدوه اللدود. طب يسألك سؤال في الامتحان، يقول لك علل اختلاف الخوارزمية مع نجم الدين، هتقول له بسبب أطماعهم الواسعة. تعرض جيشه لهجوم، لذلك لجأ نجم الدين إلى قلعة سنجار، وكان بدر الدين لؤلؤ أيضا أسرع إلى حصار هذه القلعة مهددا بالقبض على نجم الدين. طيب، شجرة الدر اقترحت حلا على نجم الدين لهذه الأزمة، وهو أن يتخلص من حصار بدر الدين لؤلؤ. شجرة الدر استدعت القاضي بدر الدين الزرزاري. طلبت شجرة الدر من القاضي، قاضي سنجار اللي هو يسمى بدر الدين الزرزاري، أن ينفذ لهم مهمة. طيب، كيف سيخرج؟ اقترحت شجرة الدر خطة لخروج هذا القاضي، وهي أن يحلق لحيته وينزل بالحبال، يربط بالحبال ويدلى من أسوار القلعة الخلفية، ويأخذ جوادا حصانا ينطلق به إلى قومها الخوارزمية تطلب منهم المساعدة. وبالفعل أسرع الخوارزمية إلى فك حصار نجم الدين، ففر بدر الدين هاربا، وفر أيضا غياث الدين الرومي الذي كان يحاصر قلعة آمد التي كان محتميا بها ابن نجم الدين وهو خوارزم شاه. دي أهم النقاط اللي في الفصل الثاني، لأن ده من الفصول المهمة جدا.